إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك الفتوى الحموية الكبرى التي بيّن فيها شيخ الإسلام ابن تيمية القواعد الأساسية التي يرد بها على أهل البدع الذين ابتدعوا في العقيدة وخالفوا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذوا العقيدة من الكتاب والسنة كما أمرهم الله عز وجل بذلك، بسبب شبه شيطانية انقدحت في أذهانهم من تأثير علم الكلام ومن تأثير الفرق المنحرفة التي خالطوهم. ولخص كلامه في الجملة على ثلاث فرق، وسماها أهل التخييل، الفرقة الأولى أهل التخييل، والفرقة الثانية أهل التأويل، والفرقة الثالثة أهل التجهيل. وذكر الانحراف الشديد عند فرقة أهل التخييل التي في مجملها هم يظنون أن الدين خيل به الرسول صلى الله عليه وسلم تخييلاً ولم يبين للناس الحقائق، وإنما فعل ذلك لمصلحة الجمهور، وهذا تبناه الفلاسفة والباطنية من الفرق المنحرفة. ثم تكلم على أهل التأويل، وهؤلاء أخف من أهل التخييل، في بدعتهم أخف من أهل التخييل، وذلك لأن أهل التأويل لهم جهود في نشر الإسلام وفي الدفاع عنه، لكن كثر انحرافهم في باب الاعتقاد بسبب المنهج الذي سلكوه. ثم ذكر أيضا فرقة أهل التجهيل، وهم الذين يظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجهل المعاني الصحيحة للعقيدة، أو أنه لم يبينها للمسلمين واعتمدوا مذهب التفويض، لأن أهل التجهيل هم أهل التفويض. وأما أهل التأويل فقد ركز في الرد عليهم لخطورتهم ولانتشار كتبهم عند الناس،
ولما لبعضهم من جهود في خدمة الإسلام والمسلمين يغتر الناس بهم. ولهذا قال في هذا الكتاب الفتوى الحموية الكبرى إن هؤلاء الذين أقصد الرد عليهم وهم يزعمون، أي أهل التأويل يزعمون أن معرفة العقيدة الصحيحة لا تؤخذ من الكتاب ولا من السنة، وإنما تؤخذ من العقول، وأما الكتاب والسنة فيعتبرونها شواهد لما في العقول، فإن تعارض ما في العقول على ما في الكتاب والسنة فالمقدم عندهم العقول لا شك في ذلك. وبين أنهم ردوا الناس إلى شيء موهوم، لأن العقول ليست بمتفقة على شيء واحد لا تختلف به، بل بينها خلافات كثيرة. وذكر هو أن هؤلاء الذين يرجعون الأمور إلى العقول كفرقة المعتزلة وفرقة الأشاعرة وفرقة الماتوريدية وغيرهم من الفرق بينهم خلافات كثيرة، وكل منهم يزعم أن العقل معه وأن الصواب معه، ولو كان العقل لا يحصل فيه خلاف لما اختلفوا. وذكر أمثلة على ذلك، ثم بين لهم أن معاني العقيدة الصحيحة بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، بلغها للصحابة، فإن الله أمره بالبلاغ وهو أقدر الناس على البلاغ وأفصح الخلق على البلاغ وأنصح الخلق للأمة، ولا يمكن أن يترك الصحابة لا يعلمهم ما كلفه الله عز وجل به. ولذلك الرجوع إلى فهم الصحابة رضوان الله عليهم للعقيدة في غاية الأهمية، لأنهم تلقوها من الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أمناء عقلاء علماء شاهدوا التنزيل، وكانت الآيات تنزل عليهم ويعرفون أسبابها ويعرفون ملابسات الحوادث، فهم أعرف الناس بما علمهم إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لأهل التأويل ولغيرهم من أهل التجهيل أن الرسول صلى الله أن الصحابة رضوان الله عليهم قد نقلوا هذه العقيدة ودونت بالأسانيد الصحيحة، هذه العقيدة دونت بالأسانيد الصحيحة في كتب، وذكر كتباً كثيرة للعلماء الأوائل في زمن التدوين، وأنهم جميعاً قد دونوا عقيدة الرعيل الأول، وهو الذي يشير إليهم دائماً بالسلف، وكلمة السلف هي تشمل الصحابة وتشمل التابعين وتشمل أتباع التابعين، وهم الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأشار إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي أن أهل الكلام وأهل التأويل هؤلاء و أهل التجهيل متفقون على أن الحق لا يؤخذ من الكتاب والسنة، ولذلك رد عليهم بحجج عقلية وقال لهم فما معنى أن يأمركم الله عز وجل بالرجوع إلى الكتاب والسنة؟ هل لمجرد البركة
أم لتأخذوا الحق منها؟ فهم يقولون نرجع إليها وإلى عقولنا، فإن حصل تعارض بين العقول وبينها فإننا نقدم العقول. ولذلك عندهم قاعدة عظيمة لهم، عظيمة لهم ولكنها ليست بقاعدة طيبة، يقولون العقل مقدم على النقل، العقل مقدم على النقل، ويقصدون بالنقل الوحي من الكتاب والسنة، فإن السنة هي وحي، السنة هي وحي أوحاه الله للرسول صلى الله عليه وسلم، فهي هذا النقل الذين يقولون العقل مقدم على النقل، وهذه قاعدة بدعية منحرفة، ومن سار عليها فإنه يقع في الضلال البوبي، كما بينه في هذا الكتاب وذكر ضرب عليه أمثلة كثيرة وبين أثر هذا الانحراف، وهو ذكر ما أشاروا إليه في كتبهم، وذلك في قولهم في كتاب لهم اسمه منظومة، هي المنظومة المشهورة بالجوهرة، قالوا فيها وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وهم عندهم مشكلة في التوسع في معنى التشبيه، فإنهم عندهم أي شيء أطلق على المخلوق فإطلاقه على الخالق يؤدي إلى التشبيه، وهذا ليس هو المراد بالتشبيه، وإلا فإن المخلوق تقول المخلوق موجود وتقول الله موجود، ففي أشياء تطلق على الخالق وتطلق على المخلوق، تقول إن الله سميع له سمع والخالق له سمع، تقول إن الله له بصر والخالق له بصر، فالغلو الذي أصابهم في هذا في الذي يسمونه التنزيه أوقعهم في هذا الانحراف، فكل ما أطلق على المخلوق يأتون إلى قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، ويأخذون الطرف الأول ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ويتركون آخر النص وهو السميع البصير، فأثبت له سمعا وأثبت له بصرا، لكن من المتقرر أن سمع المخلوق سمع الخالق ليس كسمع المخلوق، وليس بصر المخلوق كبصر الخالق، وإنما تثبت لله سمعا يناسبه وتثبت له بصرا يناسبه، وصفات كل موصوف تناسبه، كذلك الصفات التي تثبت للمخلوق هي كانت معدومة ثم جاءت، وصفات الله ليست كذلك، وصفات المخلوق تزول تعدم، وصفات الله ليست كذلك، فصفات الله عز وجل وأسماؤه لا يلحقها حدوث ولا عدم، وهذا يكفي في أنك تنفي التشبيه، لكن الغلو الذي وقع فيهم أوقعهم في هذه المشكلة، ولذلك قالوا وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. ثم بيّن أوله أن التأويل عندهم هو يرونه الكمال، والتأويل هو أن تصرف ظاهر اللفظ إلى معنى يحتمله اللفظ لقرينة تدل على ذلك، أن تصرف ظاهر اللفظ
إلى معنى يحتمله اللفظ إلى بسبب قرينة تدل على ذلك، والقرينة عندهم عقلية حتى تخرج من التشبيه، وهذا ويظنون أنهم موافقون لقول الله عز وجل وما يعلم تاويله إلا الله، ويقولون المعاني لا يعلمها إلا الله، وهذا أيضا فهم خاطئ، فليس المراد أن المعاني لا يفهمها إلا الله، وإنما المراد أن الكيفيات لا يعلمها إلا الله. يعني إذا كان لله وجه فكيفية هذا الوجه لا يعلمها إلا الله، إذا كان للخالق يدين كيفية هذه اليدين لا يعلمها إلا الله، لأنه لم يرى أحد الله عز وجل حتى يعرف هذه الكيفية. لكن المعنى الذي أطلقه الله في الكتاب والسنة بشكل كثير جدا من الأسماء والصفات، أسماء وصفات وأفعال، هذه يفهم السامع منها شيء ولا ما يفهم؟ هم يقولون لا يفهم منها شيء، وهذه المشكلة. ولذلك سمى أصحاب هذا القول أهل التجهيل، يقولون أنت تقرأ القرآن ولا تفهم منه شيئا إطلاقا، ما تفهم من شيء. فإذا كان الإنسان يقرأ القرآن ولا يفهم منه شيئا فما معنى الأمر بالتدبر؟ لماذا أمرنا الله بالتدبر؟ هل نتدبر شيئا لا نعرف معانيه؟ هذه المعاني العظيمة التي تحرك القلوب ما يفهمها أحد، هم يقولون هذه المعاني لا نفهمها إلا على معنى التأويل التي أولت له، وهذه في الحقيقة مصيبة. في هذا الفهم الأعوج أدى إلى الانحراف الأعوج، الفهم الأعوج أدى إلى الانحراف الأعوج. ولذلك جعلوا لهم قاعدة يعني فهموا أن السلف الأوائل ما خاضوا في هذه المعاني، وقالوا السلف الأوائل طريقتهم أسلم، يعني يمرون كما جاءت فقط من غير تبصر في المعاني، والخلف الذين جاءوا بعدهم هؤلاء صرفوا الألفاظ إلى معاني أخرى، ولذلك صرفوا مثلا معنى اليد على أنها القدرة، معنى اليد أنها قدرة الله أو نعمة الله، وأنت لما تأتي للنصوص هذه ما يمكن أن تؤول بهذا التأويل البتة، لأن اليدين التي خلق الله بها آدم يدين، ولا يمكن تقول بنعمتين، خلق آدم بنعمتين، ولا يمكن تقول خلق آدم بقدرتين. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له حبر من أحبار اليهود، واليهود بقي في بعض كتبهم نصوص لم تحرف، قال إن نجد في التوراة إن الله يضع الأرض على إصبع ويضع الجبال على إصبع وإلى آخره، ثم يهزهن، فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم أو ضحك من قول هذا الحبر تصديقا له، ويدل على ذلك والسماوات مطويات بيمينه، فكيف تكون مطويات بنعمته أو بقدرته؟ فبين لهم أن هذا التأويل لا يمكن لكثرة النصوص العظيمة. ثم لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة في يوم من الأيام، ولا لا في السنة ولا في الكتب التي ألفها التابعون،
ما قالوا انتبهوا ترى ظاهر القرآن هذا يأتيكم بمصيبة، أولوا لا تعتقدون ظاهر القرآن، لم يقل أحد ذلك. فما معنى لو كان كذلك لكان هذا كتمان للحق، لكان هذا كتمان للحق وعدم بلاغ من الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، وهذا لم يحصل. ولذلك سوف يمر معنا كلام أهل العلم في هذه الكتب التي ذكروها. ثم قال عليه رحمة الله: فإن التأويل يراد به ثلاث معاني. التأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلاً على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلاً مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله، هكذا ظنوا، أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد، مع قولهم أن لها تأويلاً بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض منهم. يعني هم أحيانا يقولون تجرى على ظاهرها، ثم يقولون لا يعلمها إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة. يعني بعضهم ينتسب إلى السنة ويظن أن هذا هو ما تدعو له السنة، وهؤلاء موجودون في بعض أتباع الأئمة الأربعة. فهذا التأويل بهذا المعنى. والتأويل له معنى آخر، المعنى الثاني للتأويل التأويل في تفسير الكلام، سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين. يعني التأويل الأول يأتي بمعنى صرف الكلام عن ظاهره، لكنه هذا التأويل الذي يأتي عند المفسرين يقول فالمراد به التفسير، يقول القول في تأويل هذه الآية يعني الكلام في تفسير هذه الآية، وهذا اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هنا الوقوف. فتفسيره يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر ابن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار، كما قد بسطنا في مواضع أخرى. ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا، وكلاهما حق. المعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها. يعني إذا جاء التأويل في الكتاب في القرآن فالمراد به الحقيقة، حقيقة الشيء، وإن وافق ظاهره فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك، هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان، ويعبر عنه باللسان
وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. متى قال يوسف هذا؟ لما خر له سجدا، وهو قد رأى هذه الرؤيا قديما قبل ذلك وقصها على أبيه، فلما حصلت حقيقة قال هذا تأويل رؤياي، يعني هذا هو عينها، عين الرؤيا التي رأيتها تحققت في الواقع. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بالمناسبة هذه الآية ما لها، يعني ما لها معنى عند أهل الكلام أهل التأويل، لأن فيها الأمر إذا تنازع الناس في شيء يرد إلى الله، أي إلى كتاب الله، ويرد إلى الرسول، يعني إلى سنة الرسول عليه وسلم، وهم يقولون لا تردوا إلى عقولكم، ردوا إلى عقولكم، فالمرجع النهائي هو العقول. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فهذا الذي يريد به السلف الاستواء معلوم، يعني المعنى معلوم، الاستواء أنه علو الله على العرش معلوم، لكن الكيف مجهول، ما تعرف الكيفية. قال: فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وأما الكيفية وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه، أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها. تفسير القرآن، أنت لما تتدبر القرآن ففيه كلمات واضحة يعرفها العرب من لغتهم، يعني إذا جاء فيه الوادي، الجبل، الكهف، هذه تعرفها العرب، ما يحتاج، يعني ما يحتاج يقال لك الوادي هو الذي يسير فيه السيل بين جبلين، ما يحتاج، هذا العرب تعرف وش معنى الوادي من لغتها، تعرف وش معنى الجبل، تعرف وش معنى الشجر، تعرف وش معنى النخل. فهذا معنى كلمة تعرفه العرب. التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، يعني الشيء الواجب عليك، معنى الصلاة، معنى الزكاة، معنى الحج، معنى الصوم، فهذه الواجبات أنت لا تعذر بجهالتها، ولا بد أن تبحث عن معانيها، سواء مبينة في القرآن أو مبينة في السنة، لأن السنة شارحة للقرآن، فتبحث عن هذه المعاني في القرآن والسنة. وتفسير يعلمه العلماء، تفسير يعلمه العلماء، يستنبطون، العلماء هم الذين يستنبطون، لأنهم
تظهر لهم دلالات من الكلام فهم يستنبطونها. وهذا الذي قال عنه ابن عباس: أنا من الراسخين بالعلم الذين يعلمون تفسيره، فإنه يستنبط من الآيات ويفهم كما فهم من قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فهم من ذلك أنها تخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بقرب أجله، لأنه أمره بالتنزيه والاستغفار، فهذا قرب أجله، فهذا استنباط يعرفه الراسخون في العلم. وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب، يعني الحقائق هذه من ادعى علمها فهو كاذب. وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني في الجنة مما ذكر، فهذه حقائقها بعيدة جدا كل البعد عن الحقائق التي في الدنيا. فيه اشتراك في الاسم واللذة، ولذلك الناس تشتاق، لأن المثل موجود في الدنيا، لما يذكر المشارب والعسل والطعام الناس تشتاق، لكن الحقائق في الآخرة تختلف كثيرا، لكن فيها معنى ما في الدنيا، فيها شيء من معنى ما في الدنيا. وليس المراد أن معنى العسل الذي في الجنة أن معنى أنه شيء آخر، بمعنى العسل هو اللحم، لا، العسل العسل، واللحم لحم طير هو اللحم، لكنه يعني في غاية، يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به، انتبهوا لهذه العبارة، وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به، وهذا ولذلك نتدبر القرآن لأننا نفهم المعاني. لما يذكر الله عز وجل أن له يدين أو له قدم أو له وجه أو نحو ذلك، فنحن نفهم المعاني لكن ما نفهم الكيفية، لكن المعنى يرد عندنا معنى عاما نعظم الله عز وجل به. نفهم معاني ما خوطبنا به، ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول. فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه، وهم يقولون: الأسماء والصفات ما نتدبرها. أهل الكلام وأهل من الفرق المنحرفة يقولون: ما يتعلق بالأسماء والصفات لا نتدبره. والله أمر بتدبر القرآن كله، ولم يقل: أما الصفات والأسماء فلا تتدبرونها، لأنه لا فائدة من التدبر فيها. وهنا أشار شارح الفتوى الحموية الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله، قال: كلام ابن عباس رضي الله عنه هذا ظاهر، يعني بذلك قوله وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب، المقصود به حقيقة الغيبيات
التي انفرد الله بها وهي الكيفية، كيفيتها هذا من ادعاها فهو كاذب. وقوله فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه، أي تدبر القرآن جميعاً كما أمرنا بذلك الله عز وجل بقوله أفلم يتدبروا القول، وقوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً، ونحو ذلك من الآيات. تدبر القرآن جميعاً هو الذي أمرنا به، وتدبر القرآن جميعاً يوجب أن يرد المتشابه منه إلى المحكم. يعني التدبر له طريقة، وهي أن ما تشابه منه نرده إلى المحكم، والمراد المحكم الواضح البين، فإن المعنى يظهر فيه. فإن بعض العبارات إذا اشتبهت علينا نفهمها من المحكم، فنحن نرد المتشابه إلى المحكم، وهذا الذي أراده الله عز وجل بقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالقرآن منه متشابه ومنه محكم، فمن تدبر القرآن كله كما أمر الله عز وجل به رد ما تشابه منه إلى المحكم فخلص من الإشكال، وكل زائغ من عن الحق فإنه فاته تدبر القرآن جميعا، فإنه قد يتدبر بعضه. فالخوارج تدبروا بعض القرآن وتركوا تدبر بعضه، والمرجئة كذلك، والقدرية كذلك، والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية وظلال الصوفية، وهكذا جميع الفئات الضالة تأخذ بالمتشابه وتدبر وما ترده إلى المحكم الذي يوضحه. قال لكن أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح رحمهم الله تعالى وأجزل لهم المثوبة، هؤلاء تدبروا القرآن كله فما تشابه في موضع ردوه إلى المحكمات فاتضح لهم الشبيه واتضح لهم المعنى، سواء ذلك في باب الأسماء أو في باب الأحكام أو في باب المغيبات. وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. إذن الصحابة يتعلمون 10 آيات ثم يعرفون ما فيها من العلم والعمل ويفهمون معانيها، هذا تدبرهم. ولذلك تعلموا العلم والعمل جميعا. وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنه من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها، كل آية، ولم يستثني الآيات المتعلقة بأسماء الله وصفاته، يمر عليها وهم يقولون ما تستفيد من الشيء المتعلق بالأسماء والصفات، وهو يقول أسأله عن كل آية. وقال الشعبي ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها،
وقال مسروق ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه، يعني ما ذكره أصحاب محمد فإنه موجود في القرآن، لكن علما، وهذا من باب هضم النفس، أن المتأخرين يعني يقصر علمهم عن شيء من هذه الأشياء. وقال وهذا باب واسع قد بسط في موضعه، والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول صلى الله عليه وسلم غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. وهذا يعني يلزمهم إلزاما، الذي يقول أنك لا تستفيد من القرآن شيء في باب الأسماء والصفات، فهذا ما جعله لا هدى ولا بيانا. قال ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب، ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية. يعني هؤلاء أهل البدع يقولون باب الأسماء والصفات ما تأخذهم من العقول أساسا، فهم لا يجعلونه من العقول، لا هو من العلوم العقلية ولا من السمعية، وهم قد شاركوا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. ثم عقد فصلا عليه رحمة الله وقال ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضوع ما يعلم به مذهبهم. وقد روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. فهو هنا ينقل الإجماع، يعني كانوا يقولون ذلك والتابعون موجودون، ولم ينكر عليهم أحد أن الله عز وجل فوق عرشه، وهم يفسرون العرش بإيش؟ يفسرون العرش بالملك، يفسرون العرش بالملك، ما يثبتون علوا حقيقيا لله على العرش، وهو ينقل الإجماع من التابعين على أنهم يقرون ذلك ولا ينكر أحد منهم ذلك. قال فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى
شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. الأحاديث التي تأتي فيها إثبات الصفات لله من اليدين والقدم والوجه والبصر والسمع، يقول: أمروها كما جاءت، يعني لا تحرفونها ولا تبحثون لها عن معاني أخر غير الظاهر منها، هذا معنى أمروها كما جاءت. وروى أيضاً عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات، يعني في صفات الله عز وجل، قالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني لا تكيفونها، تقولون كيف كذا، لكن أمروها كما جاءت، اعتقدوا معناها الذي ظهر لكم من ظاهرها ولا تكيفون بلا كيف. فقولهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربع الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله عز وجل فوق العرش والنافي للصفات. ومر معنا جهم هذا المنحرف كيف أنكر ذلك، فهو يقول: لما ظهرت هذه المقالة نقل أئمة العلماء في كتبهم القول الصحيح والمعتقد الصحيح، وذلك ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك. ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. وروى أبو القاسم الأزجي وهو أبو القاسم عبد العزيز ابن علي ابن أحمد ابن الفضل الأزجي الخياط من أهل باب الأزجي، وهي محلة ببغداد، وكان ثقة صدوقا مكثرا صاحب كتاب. ذكر الذهبي أن له مصنف في الصفات وله ترجمة في سير أعلام النبلاء وغيرها. هذا روى بإسناده عن مطرف ابن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز. سن عمر بن عبد العزيز من خلفاء بني أمية الصالحين، وله ترجمة كبيرة حافلة. قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها، ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو المهتدي.
ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وهو يريد بذلك، أورده هنا ابن تيمية، أن سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين وأتباعهم هو إثبات الصفات، وأنه ينبغي أن نسير على طريق هؤلاء، بل الواجب والمتعين أن نسير على هذا الإجماع الذي نقلوه. وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول. وانتبهوا للعبارات، غير مجهول معناته المعنى معروف، استوى على العرش يعني صعد على العرش. قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، يعني لا نتعقل الكيف ولا ندركه. ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. هذا هو المنهج الصحيح الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه، منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي وما عن يحيى ابن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى. هذا يدل على أن هذا الرجل قد انتشرت الشبه فشكك في المعاني. قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، يعني تصبب عرقا من هذا السؤال، لأنه سؤال منحرف يسأله عن الكيفية، والكيفية من ما يعرفها أحد. ثم قال: الاستواء غير مجهول. الاستواء غير مجهول يعني معناه في اللغة العربية هو في الكتاب والسنة غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. السؤال عن الكيفية بدعة. إذا سأل سائل كيف قدم الله، كيف وجه الله، فهذا تعرف أنه مبتدع، لأنه كيف يسأل عن الكيفية؟ لكن لو قال: هل لله وجه؟ تقول: نعم. هل لله يدين؟ نعم. هل له قدم؟ نعم. وغير ذلك. هل له سمع؟ نعم. له بصر؟ نعم. كيف هي؟ تقول: هنا قف. الكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. فأمر به أن يخرج. يخرج إيش؟ من حلقة العلم الذي كان فيها. أمر به أن يخرج، وذلك أن المبتدع الذي يشوش على الناس ينبغي أن يخرج من حلق أهل العلم. فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت. المعنى واحد، أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم،
وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله سبحانه ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان ما ذهب فلو كان مما ذهب السلف فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت له من القول. هذا يعني تفصيل جيد وواضح مما جاء عن السلف. وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل فيما جحدت به الجهمية يعني الذين جحدوا الصفات، ثم ذكر كلاما طويلا نفس الكلام الذي سبق أن نقل عن الأئمة من قبله. ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.